مساء الخير مشاهدينا. لا يستطيع المرء في لبنان أن يحدد مسار مسائل تتعلق مثلا بتأليف الحكومة أو غير ذلك، باعتبار أنه لا يقين في هذه المسائل. قد يكون الخبر إيجابيا الآن، يتغير بعد نصف ساعة أو ساعة. ما حصل في الساعات الماضية أن موضوع تأليف الحكومة ماض إلى الأمام، يسلك طريقه، يتعرض لمطبات أو تسهيلات، وهذه هي طبيعة عملية تأليف الحكومة في لبنان، باعتبار أن الوقت المتاح أمام المنطقي والسياسي والطبيعي ونسبة للظروف أمام الرئيس المكلف لا زال ضمن الإطار المعقول. رئيس الحكومة المكلف قال أن الوقت لن يكون مفتوحا، وهي تحمل أيضا مؤشرات ودلالات على أنه لن يصبر كما صبر غيره من قبله. بجميع الأحوال، ماذا عن ظروف الناس؟ هل تنتظر؟ هل اليوم يمكن للبنانيين أن يصبروا أكثر فأكثر بعد الذي حصل في عكار؟ بعد مسائل تخزين المازوت وغيابها عن المولدات الاشتراك، مشكلات الكهرباء، طوابير البنزين، المواد الغذائية، الأدوية، كلها مسائل تتزاحم لتشكل أزمات متراكمة يدفع أثمانها المواطن اللبناني لغير. ماذا بعد؟ والمنطقة تتغير، ما حصل في أفغانستان، انسحاب الأمريكيين، تمدد الطالبان، هل يغير في الرؤى الإقليمية والاستراتيجيات أم أنه يتوائم مع حقائق الوضع؟ كل هذه المسائل لها علاقة ببعضها البعض. اسمحوا لي أن أرحب الليلة بالأستاذ رفيق نصر الله، مدير مركز دولي للإعلام والدراسات، ومعه نتحدث عن هذه الملفات. أستاذ رفيق مساء الخير. مساء النور. الحكومة اللبنانية هي المعطى الأساسي اليوم اللي بهم اللبنانية، باعتبار أنه الأزمة المعيشية وصلت إلى حد ما قادرين نكمل فيه كلبنانيين. هل الحكومة اللبنانية برأيك ستبصر النور قريبا كما كان سرب؟ قبل لقاء الرئيس مئاتي أو زيارته بعبدة خرج، خلينا نقول وأنت أخبر بلغة الجسد، غير مرتاح بعض الشيء. صحيح. بس أنا قبل ما فوت موضوع الحكومة وكل الملفات، بس اسمح لي دقيقة أوقف عند المشهد، ويمكن بعتقد تكونوا عرضتوه بنشرة الأخبار، لما حصل بمطار كابول. نعم. بدك تبلش من برا. لطائرة الجالكسي، لآخر طائرة اللي عم بتغادر، وكيف تعلقوا فيها العشرات بل المئات. نعم. لدرجة انه في 5 أو 6 اذا شفت الفيلم طاروا مع الطيارة، هن معلقين بجوانيحة وسقطوا من ارتفاع 1000 و1500 قدم هي وعم تطلع. نعم. بس انا لحتى اقول اللي مراهنين على الامريكان واللي بيراهنوا دايما على هالسياسات الامريكية بالمنطقة او بلبنان تحديدا عنا، شوفوا كيف الامريكان بيتخلوا عن عملائهم الصغار والكبار، وكيف بيرموهم حتى مثل هلا بالجو، وكيف بكل الاماكن مثل ما تخلوا هون بالثمانينات عن البعض. هيدا هو الامريكي، او تخلوا الاسرائيلي قبل ال2000 نفس المنظومة. بس بدي اقول للي مراهنين على السياسه الامريكيه، بس تفرجوا على هالفيلم وشوفوا الطياره كيف كانت عم تدعس حتى الاجساد لتقلع، وتاركين كل شيء كانوا وراء. يتكرر المشهد برايك استاذ رفيق اليوم بعدد من ساحات المنطقه اذا استمر الامريكان بهذا الموقف؟ انا هلا لي وجهه نظر ثاني بطريقه الانسحاب اللي بنحكي عنها بالوضع الاقليمي. البعض عم بيعتبروا انتصار كبير وانسحاب من المنطقه ومش عارف شو، انا شايفه العكس. بدك دائما تخاف من المخططات اللي بتتعلق بالخرائط المغلقه. نعم. انا بعرف يعني محيط افغانستان، اذا بديش ادعي انه غطيت يعني من باكستان او غيره، هاي خريطه مغلقه فيها اثنيات صعبه وفيها جغرافيا اصعب، فبالتالي هؤلاء ما فيك انت ترسم معهم لا تحالفات بعيده المدى ولا 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 كمان حروب تضلك فيها الى الابد، لا صيني ولا روسي ولا حدا ايراني ولا تركي. هاي خريطه مغلقه، وهيدي بتأثر. هذا الأفغاني اللي رسماله بيشيل هيدي عشافة على راسه. نعم. وأنا عشرت منه كتير بأبو ظبي، بيحطها تحت راسه بينام، والصبح بترجع اللفة على راسه بيقوم على شغله. فبالتالي إذا بنقرأ تاريخ هذيك المنطقة حتعرف أنه لا يمكن أنك أنت تراهن عليهم. فاللي هلأ معتبر أنه الأمريكان هيدي بداية طلوع خروجه من المنطقة. نعم. يا سيدي أوكي بمكان ما مأزوم، لكن المخ الذكي اللي اعطى هذه يعني لاداره بايدن، نعم، هذا المقترح بالانسحاب بهذه الطريقه على غير حماقات ترامب
أكيد مخطط من الطراز الأول. نعم. وسنشهد بعد فترة الارتدادات، ماذا سيحصل بالحدود الشرقية لإيران؟ شو اللي بيتعلق بكل الجغرافيا القلقة اللي حوالين أفغانستان، ومين اللي حيتورط هلأ من جديد؟ هاي إلى ارتدادها حتوصل لمنطقتنا، إشغال المنطقة، إشغال عودة الروح للأخوان المسلمين، على العكس ما هلا البعض بيعتقد أنه والله بتونس انضربوا مش عارف وين، وأنه طالبان هي العلاقة فقط بأفغانستان غير معنية خارج الحدود الإمارة اللي سموها إمارة، قالوا أنه منهم معنيين خارج حدود الإمارة، نموذج لحتى يرجع الصدى تبعه يطج إذا بنستعمل هالكلمة بالشرق الأوسط، نعم، لا يرجعوا يستنهضوا كل هؤلاء يعني اللي عم الخيار الديني المتأمرك، نعم، مع رجال الدين المتلفزين مع كل الإمكانيات المالية. يعني اليوم طلع أكثر من تصريح إنه حتى الروس إنه الأموال اللي عم تلاقوها طالبان هي من أموال رجال خليجيين، نعم، يعني قصدهم اللي بالفلك الإخوان. لذلك أنا يعني هلا بنحكي بعد شوي بالتفصيل حول القصة. بالنسبة للحكومة، نعم، برجع على موضوع الداخل اللي لأقول قديش اليوم هيدا المشهد يضغط على الساحة اللبنانية طبعاً، كما الساحة العراقية، كما الساحة السورية، طبعاً، كما كل الساحات، لأنه أنت قلت عم تقول أستاذ رفيق أنه في ارتدادات قد صحيح تصل لعنا لهون، طبعاً. هل هذا يوجب أن نسرع يوجب بالحكومة بالاتفاقات؟ كل اللي عم نعانيه كان مفترض أنه يوجب من 10 أشهر، من 9 أشهر، من سنة وقبل، غيره حكومة استثنائية. أنا ما بسميها صلاحيات وما صلاحيات، لأنه دائما حتى أنت بتجيب أحسن ناس بتفهم، نعم، ممكن تنجح ممكن ما تنجح، يعني أصحاب اختصاص. لا، حكومة استثنائية، وأنا مرة قلت لازم تكون حكومة سياسية ومن أقطاب ومع بعض الناس اللي أصحاب الاختصاص بالوزارات اللي يجب أن تكون يعني مثل الطاقة مثل غيره، اللي نحن بحاجة لثورات حقيقية فيها لحتى تستطيع أنك أنت تواجه اللي عم تواجهه. لكن نحن عارفين أنه في مأزق، وأنا حأنطلق قبل ما أوصل للمعلومات اللي عندي حول البعض عم بيهلا عم بيقول في أجواء إيجابية. هلا بحكي قديش أجواء إيجابية قبل الظهر. قبل الظهر هلا بعد الظهر مثلا موضوع الأسماء وموضوع الحقائب، مثلا العقد اللي سموها لعقد اتصالات وتربية إن كان لحزب الديمقراطي أو لتيار المرضى، حأعطيك من الآخر. في تم التفاهم على 13 اسم 13 اسم 11 ما زال الخلاف حوله، هذا اليوم من اصل 24 في 13 متفاهم عليهم، بس ما بي بس فيهم يمكن وزارتين سيادية يعني مهمين. الباقي ال 11 لا بعدهم مختلفين. ما زال معلوماتك وفي تعقيدات بقلب ال 11 الاسماء ولا الحقائب؟ لا. يعني مثلا هلا ما يحكي عن العقدة انه تكون وزارة الاتصالات للمرضى او وزارة التربية كما طالب رئيس الجمهورية، كما قيل للنائب طلال أرسلان أو الحزب صحيح الديمقراطي، هو بتعتبره عقد أساسي؟ لا لا، في عقد بعدها بخلفية الصورة أكبر من هيك. يعني يمكن هلأ عم يظهروا بالتريا، بس بعد في عقد. مشان ما فوت بهاي المسألة خليني أنا بلش من فوق، من محل اللي لازم نطرح فيه السؤال. هل الأمريكي يريد حكومة في لبنان اليوم؟ هلا بقولك ليش السفيرة الأمريكية، السفيرة ما راحت لفوق مشان هيك، مشان شو راحت؟ مشان بنزينات، مشان خطاب السيد. كيف؟ نعم، السفيرة الأمريكية إنه في إجراءات نحن حنخدها وهذا أمر ما بنقبل فيه، وهذا تجاوز الخطوط الحمر. شوفوا شو بدكم تعمل. الأمريكاني ما ملاحظين إنه ما عم بتعاطوا الأمريكان بموضوع الحكومة، ونحن بنعرف إنه لو بدهم الأمريكان يقولوا في حكومة على بكرة الصبح رغم إنه كل التناقضات، نعم، ايه بصير عندنا حكومه. كيف هذا بصير؟ بيرد عليهم رئيس الجمهوريه، نعم، وغير، نعم، رئيس لو الجمهوريه ارادوا بطريقه حازمه الامريكان، ايه بيجي بتنعم الحكومه الكل، لانه بيرجف قصب تلي هلا حزب الله على جنبه وبعض القوى، الكل بيرجف قصب من الامريكان بعده بيخاف من العقوبات وبيخاف، والامريكان عندهم طريقتهم اللي لو بدهم. بس انا ماني شايف الامريكان بده حكومه. ليه ما بده حكومه؟ وماني شايف بعض العرب بدهم حكومه. ليه؟ بعد الحامضه اللي هي البلد بموجب القرار اللي اخذ انه بنعصر هيدا البلد، بنعصره مثل الحامضه لينزل كل شيء لحتى توصل للمرحله النهائيه. بعدين حنوفر ظروف فوضى امنيه، واليوم التمريقه اللي مارقه ببعض الوثائق على انه عندنا فوضى امنيه جاي، ايه مزبوطه،
بس توصل لهي المرحله. اذا كانت قصدك وثيقه الامن العام وضحوا انه من 3 اشهر من شهر اذار هيدي الوثيقه منا الان غير الامن العام. وهلا نحكي امتى الفوضى حتبلش. هيدي المعصوره في لحظه ما بالمنطقه الفاصله، وانا هذا رايي الشخصي مش ما حد يسالني بكره يقول لي لا، اخشى من اغتيال مدوي قريبا. ليه؟ الظرف بده هيك، لانه هلا وصلوا بكل العصره ما قدروا يوفروا المناخ اللي كانوا بدهم يخبطوا فيه حزب الله وتعمل له ارباك داخلي ببيئته بغير بيئته، وتصير البلد جزء من البلد ضده. ما ملاحظ انت بعده الانفجار بتلاقي اسمه ضيع، بعده الانفجار ما خلص، بعده ما لقطوا الجساس طلع مختار رح تضيع على حزب الله، وصار يعمل له ويهدد السيد حسن. يعني ليه؟ لانه في مناخ عم بيتحضر ليكبر. تجي هاي اللحظه بلحظه ما قد تدفع إسرائيل إلى شن حرب كبيرة. أستاذ رفيق، أنت عم بتقول الخطر الأمني موجود طبعًا. يا شباب بدكم تنتبهوا، وأنت عم بتقول إذا الحكومة. اليوم استمرينا بهيدي المساحة الفراغ والأزمة نحن قد يجي لا سمح الله، خلينا نقول أنت عم تقول اغتيال ما ممهد الجو لتدخل إسرائيلي. بما أول شيء بتحضر المسرح بطريقة أنه وكأنه حزب الله اللي قايم بالعملية، وبتنعمل ميديا غير مسبوقة وردود فعل عربية وأمريكية وغيره لحتى تزيد من الإرباكات اللي بالداخل. هلأ شو اللي بيخلينا نعبو الاحتمال؟ تحليلي الشخصي. يعني هيدي فرضية، انت عم تقول هيدي فرضية. انا هيك بقرأ. عم تقرأها بالسياسة؟ انا بقرأها هيك، يعني مش واقع ولا معلومات. تعال نشوف اللي وصلنا له. لما كنت انا على هالطاولة وغير اقول يا جماعة أخذ القرار بهد لبنان على أهله، وبدنا نشوف اللي من شاف. أنا من 2016 هذا اللي حاصل هلأ بالاقتصاد. أنا بال 2016 مع سمرة أبو خليل قلت له سجلي عندك على ورقة، بده يجي يوم اللبناني ما يقدر ياخذ 100 دولار من البنك إلا بالمزلة وبالشحادة. بال 2016 كانت واضحة الصورة، وهلأ نفس القصة. ومشان ما حدا يقعد هلأ أنا عم خوف شيء، إذا ما تشكلت حكومة ها هدأ لعشرة أيلول، 5 أيلول 10 أيلول عم تحكي 3 أسابيع يعني منكون دخلنا بالفوضى الأمنية المرتبة. مجموعات على شكل عصابات كبيرة تاخذ أحياء وطرقات وفوضى وتشليح وخبيط وبتاخذ هذه الفوضى اللي هي استكمال طبيعي لكل منظومة الانهيارات اللي صارت. هلأ بلشناها. هو شو عم بيصير هلأ؟ حدا عم يعمل احصائيات قديش عدد اطلاقات النار، اذا بنقول اطلاق النار مجموع بالمناطق الفوضى، ما بقى في قضاء على طوابير البنزين، على طوابير البنزين يا اساس رفيق. في شغلات ما عم تنذكر، صرنا في فلتان بالشارع، كل محطة بنزين اليوم بتقول لك المسؤولين عنها كل يوم عندهم طبعًا 10-15 طبعًا اشكال طبعًا. وفي محطات بنزين ما عم يسترجوا يفتحوا الا اذا الجيش صحيح. بعد دورية ودورية محرزة، مش انه دورية واحد واثنين. لذلك هلأ في سباق على السياقين، يا اما فعلا مثل ما قال سمحت السيد خلال 3-4 أيام هو شكل عملية ضغط حتى، وانه ممكن نروح خلال نص الاسبوع القادم اذا اتفقوا على هول ال11 اللي بيناتهم بعد في عقدتين كبيرتين. شو هن؟ لحد هلا اللي بيتعلقوا بمساله الطاقه اللي ما حدا قبلين ياخذها. طاقه ما بدهم حدا ما حدا قبلين ياخذها، هذه على اساس الوزاره المطلوبه ما حدا قبلين، لانه اي احد بياخذها متهم من قبل ما يبلش فيها. لانه عم يسلموا وزاره، لانه عم يسلموا وزاره خالصه رايحه. ما هي هذا عصب البلد. اذا بدك تجي للمضبوط تبين هلا نحن بهي الازمه اللي نحن فيها. المواد الغذائيه قدرت انت تمرقها، الناس بتتعود الشغلات، بس لما وصلنا الى عصب الحياه ببلد افتراضي مثل هذا البلد، ولك بمجاهل افريقيا، بمجال افريقيا الدول بتعمل من 6 أشهر ل 12 شهر مخزون استراتيجي من المواد النفطية والطاقة وتبع الطيران ولجيوشها، هيدا ممنوع استعماله، بتكون عم تستورد وعم تجيب وعم هيدا مخزون موجود، هيدا مخزون استراتيجي. نحن بنحكي ب3 أيام وبدنا نعمل حرب مع اسرائيل، نحن بنحكي بكم يوم؟ نحن هيدا بلد افتراضي اللي ما عنده جنس التخطيط وجنس الاحساس بانه يكون. لاجل هيك وزاره الطاقه غير مرغوبه، هلا غير مرغوبه من بعد ما وصلوها للي وصلت له، من بعد ما شايفين. والمشكله الاكبر بالبلد، اولا
تركيبة البلد الطائفية والعصبوية والمذهبية وطريقة التوازنات إذا بدك اللي هي الزواج بالإكراه. نعم. كل واحد بتخليه يشعر إنه أنا ما خصني كل اللي شايفه، حتى القضاء. حتى القضاء بيقول لك أنا ما خصني. لو نحن ببلد محترم أمام كل اللي حصل بالأدوية وبالغذاء وبهلأ بالنفط بكل شيء بالكهرباء، بيطلع بنيابة عامة أو واحد قاضي شجاع شربان حليب سبيع مزبوط وبيطلع بيعمل ادعاءات وبيطلب سجن وبيطلب حبس وبيطلب وبيطلب إيه، وبتلحقه الغزو. كل وجهات نظر اليوم. مش هيك ولا ليه بتعرف ليش؟ لأنه نحن تركيبتنا كيف متوسط هذا نظامك الدولة. هيك هذا نظامك هيك. وطالما هو هيك لو بتتشكل ألف حكومة ما حتزبط، ما في فايدة يا صفية، لأنه ما بتزبط طائفية ومحسوبية ومصالح مذهبية. نحن رايحين على حكومة شوي بدها تهدي اللعب هيك نفسيا، اول اسبوعين ثلاثه تشكلت حكومه بيلعبوا بالدولار مثل ما لعبوا اليوم. ها هيك لعبوا قبل الظهر وهلا رجع 19 هلا ورايح رجع طلوع. لا بيرجع بينزل هلا مع الحكومه نفسيا، بعد شوي بترجع بتطلع، بعدين بيكتشفوا الحقيقه انه ما في امكانيات. اذا هيدي الحكومه اللي اجت وحضرتك عم تقول لازم تتشكل شو ما يصير، طبعا مثلا ساهمت بحل مساله الكهرباء اول شيء بمعازره في دول اليوم كيف؟ مستعده تساعد لبنان على سبيل المثال كما علمت الكويت دوله عربيه شقيقه وعندها القدره وخلال اشهر بتقدر تساند وساعد. وفي دول اخرى عرضت قبل ما عرضت مصر بفتره من الفترات شركه سيمنز ما عرضت فتره من الفترات مصر ما عرضت فتره من الفترات حتى بالنفط العراقي ليش نحن بدنا اياه؟ مش في مين عطل هلا؟ مين عطل النفط العراقي؟ مين عطل النفط العراقي؟ اتعطل هلا؟ القرطة امبارح كنا عم نسمع انه ماشي الحال النفط ماشي العراق. عد حبيبي بعد البلد بيحمل 3-4 اشهر؟ لا انا حددت لك انت قلت لي 3 اسابيع ل 10 ايلول مسؤول عن كلامي قبل 10 ايلول ينتبهوا واصل الامور للبالون نفخته خلص علما انه تبين انه بديش اتهم كل شعبنا 90% من شعبنا قرائير. كيف هيدي فسر؟ قرائر غنم يعني ما شيء قطعة. لا 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 انا عم لك 90% خلي 10%. كيف يعني يا خيي؟ وصلنا ما بدي اقول هلا المثل تبع اللي بيعرف يعرف اللي ما بيعرف بقول كف عدس. وصلنا لاقصى ما يمكن ان يعاني لك، مش الانسان حيوان اذا جاع او ما شربته بياكل القفص تبعه. نحن ما في رد فعل. استاذ رفيق بننزل على المحطات بنقعد باربع خمس ساعات بنقوص بنعمل قبضيات على بعض. مش اول واحد شككت بما يسمى ثوره لما نزلت على الارض وانه خلفياتها وين؟ انت شككت وهني مسؤولين على اللي وصلنا له لهلق. اوف كيف طبعاً. كيف هول الان جي اوز وطبعوا للسفرات امتى انقشط الدولار وامتى فلست البنوك وامتى وصلنا نقطع الشوارع وروحوا منا ألقنا بأن بدنا نعمل ثوره حقيقيه وروحوا منا رؤانا لحتى نكون ثوره حقيقيه طلعوا شكلت سفرات. انا بنزل بديش انا جاي بدي اعمل عائل خليني وطي صوتي انا بنزل مشان الواتساب يلي بده غازي واللي بده حب واللي ويلي وما بنزل وانا مثل الواوي مثل القرقور واقف على المحطه وبيتقوص علي وبنزل اللي شفته امبارح اللي عم يتظاهروا شو هول شنو هول اللي شفتهم امبارح عم يتظاهروا امبارح كانوا عم يتظاهروا قدام منازل وفاتوا على منازل مين بعتهم مين قولوا هني مين بعتهم في حدا بعثه عند الرئيس نجيب مئاتي كل حساباتي في حدا بعثه عند الرئيس نجيب مئاتي بده يعمل ثوره بينزل 200 الف بسكروا الدنيا بروح انا لما حكيت هذيك مره عن دواء قاموا وزعلوا البعض مين قرب على واحد من اصحاب مستودعات الادويه مين قرب على حدا رئيس مجلس اداره ومجلس اداره اي مصرف من اللي سرقوا اموال ولك سرقوا حياتهم مين قرب على اصحاب اللي عم يخزنوا هلا نفط هلا مين هو اللي لقطوا كم طن كم طن بالباع؟ كل يوم عامل طيب 400 طيب وين القضاء؟ هيدا ما هلا والله اخذوا له ووزعون يا جيش على راسي، هيدا لازم ينقاد الى السجن ولازم كلهم ينقادوا ويحاكموا كل واحد بخزن وكل واحد خبى الدواء وبدنا نرجع باثر رجعي كل واحد خبى الاكل والشرب وحليب الاطفال المجرمين السفله هولي بدهم هولي من ضمن 90% العام هولي لا 90% نحن ايه نحن الرئيس اللي ما عندناش ردة فعل والشركات الاحتكارية شو الشركات الاحتكارية شو حاطيك مثل انا جيت من الجنوب اللي عندك هلا على الطريق توصل صرت قبل النعمة الدامور عجقة بعدين لقيت انه ثلاث ارباع اللي ما قدران تمرق تاني بس توصل قديش انت بتقعد بسيارة نعم بيقعد بصير يتفرج شو فيه بوقف السير اللي ماشي اللي لازم يمشي مش لعبة عبي والعالم فوق بعضها ما تعلموا من درس تلال
انه ممكن يصير والله في سمح الله على اي محطه على بنزين على محطه على الاربعه اللي واقفين انه بيطلع شي 100 زلمه. طب شو عندهم خيارات الناس غير يا اخي ينتظموا بالصفوف؟ ينتظموا بالصفوف لا. شو لكان؟ لانه ما بنعرف ننتظم بالصفوف، لانه نحن شعب فوضوي، لانه نحن سقطت منظومه القيم عنا، لانه نحن تبين انه نحن مجرمين بحق انفسنا. نحن عم نبيع بنزين ومازوت مهرب، ونحن عمالين تاجر بهالامور، ونحن ساكتين، ونحن 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 قد ما بدك، ونحن بنسرق كهرباء، ونحن بنعمل كل شيء. معلش خليني نكون انا صريح، نحن كمان نحن من ماس ما بتعرف كمواطنين، لو كمواطنين لو كنا عنا سقطت الاخلاق يا رجل، لا سقطت يعني الأخلاق ازمه بالبلد. ازمه اخلاق طبعا طبعا تجار ازمه. تبين انه نحن بالشارع جزء، انا عم بحترم مجموعه زعران، مجموعه زعران نحن مشان 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 تعبي 10 لتر بنزين بتقوص شخص او بتحرق او بتعمل، لوين وصلت الامور؟ صح، يعني لانه بتعرف استاذ رفيق، لانه الناس ما عندها ثقه، لا لانه بالدوله مثل برجع لانه ما عندها ثقه مثل ما قال المشرفين المعنيين على هذه الملفات، ما عندهم ثقه ببكره شو بده يصير. اذا بتنزل اليوم سيارتك 10 20 لتر صرت بتعتل الهم. ابن خلدون شو بيقول؟ عندما يهوى يهوى سقف الدوله تنشا الفطريات وتتحكم، فتنشأ عندك العرقيات والإثنيات والفوضى واللصوص والنفقين ورجال الدين المنافقين، هلأ صار اسمهم رجال الدين المتلفزين اللي بيطلع لك على التلفزيون بيحكي ومش عارف. مهم بأي شكل، فبالتالي نحن تربية هذا الواقع. خلينا نكون صريحين، نحن إذا أنا هلأ ماشي أنا وياك عن أنت ممكن تسبقني بمتر، تكسر علي بس لا تسبقني بمتر، وكأنك راح تحرر القدس سابقني. بلد ما في جنس الاخلاق، شو المطلوب؟ ما في جنس، شو المطلوب؟ اعاده بدك شغله ثوره حقيقيه وتادلج وترجع تبني وطن وغيره. مع هاي المجموعه ما زبطت استاذ رفيق. اذا كل هيدا البلد اكثر نسبه احزاب فيه، اكثر نسبه جمعيات فيه، اكثر نسبه ولاءات فيه، اكثر نسبه قيم فيه، اكثر نسبه كذابين فيه من فوق لتحت. يا سيدي حصلت هاي المجزره، هلا قد تكون بالمصادفه صارت، يعني ماني شايفها مقصودة انه نعم. هلا قوس عليه كذا، احترقت غيره. مين اهتز بالبلد؟ وقبل العيلة اللي ماتت بالسيارة اللي على طريق جنوب، مش هيك اللي جاي تعبي بنزين عيلة نعم. نعم. رجع الزلمة ملقع وغيره وغيره، كم واحد صار. مين اهتز بالبلد؟ بلد ما بقى تسكنه العتمة، مش بس عتمة الهون، عتمة القلوب. مين اهتز من السياسيين؟ مين اللي بسب بيطلع على الشاشة عرضكم كذا طبقة فاسدة؟ وبعدين لأنه ما في بدائل متاحة. حضرتك من الذين شككوا بالبدائل المتاحة. ليش هيدي شك ولا لا؟ ليش هيلا هيلا هي البدائل المتاحة؟ أكيد لا طبعا. البدائل المتاحة بتقوم القوى النخبوية، الناس المثقفين الثوريين الحقيقيين، الناس اللا طائفيين، بيصير في نوع من وضع برنامج وطني حقيقي، مشروع اقتصادي ثقافي هوياتي. نعم. نحن مختلفين على الهوية ولا لا؟ هلا اللي عم بيصير النقاش بالبلد حول المقاومة، حول هوية البلد، وحاول اللي بدك اياه، وحاول ما يجري من تطبيع. في ناس لمعلوماتك بلشت تحكي بصوت عالي بدها تطبع مع اسرائيل. صحيح. انه ما عادش بدنا نقاتل اسرائيل. كفي العرب كله تحت عنوان المعيشة أولوية، تحت عنوان هموم الحياة. هي الحامضة. شو انه ضغطت الناس لما بتوصل انت معلش، لما بتوصل ابنك مش قدران تجيب دواء حرارة له، لما بتوصل مش قدران تجيب خبز، لما بتوصل مش عارف شو غيره كله، ها قد تكفر، خاصة إذا أنت المناعة تبعيتك فيها اهتزاز وفي يأس. بس على حساب مطلع. على حساب وجودك، هو على حساب ثوابتك الوطنية. هون بيجي لمنطقة الوعي. لو كان في منطقة وعي وفعلا نحن حصلنا حالنا بهي المنطقة أكثر، بيعرفوا البعض أنه هيدا اللي عم نعيشه حصار أمريكي وحصار عربي. وما بدي أحكي عن أنا عشاشة الأنبيان بحادثة كبيرة صارت، هي جزء من الحصار وهي غير صحيحة. هي جزء من الحصار مشان ما يعودوا يستوردوا من لبنان، وشغلات كتيرة، لأنه بدنا ويانا نسكع وتقدم الغاز. يسمعوا العالم، بدك تعمل مثل ما هني بدهم، رسم خريطة الغاز والحدود البرية وسلاح حزب الله بيتجمد وبينتهي وغيره، وتوطين السوريين قبل الفلسطينيين. مليون ونص بتمشي فيه
بجمعتين بينقذوا لك البلد، بيأمروا هن السعودية وقطر والإمارات والكويت كل واحد 3 و4 و5 مليار بيمشي حال البلد. طيب بس بدك تستسلم، هيدي جزء. ما بس نضلنا نقول الطبقة الفاسدة، من أيام الفونيقيين نحن فاسدين، وخذ كل المراحل، دخلك بقتيل 40 سنة مش كان الفساد والبلد شغال 100 سنة و100 من لبنان الكبير. أوكي، ما نضلنا نقول عال في فساد وبدنا نلغيها لهيدي، بدنا نسحقها هيدي الطبقة السياسية، والطبقة السياسية مش مثل ما البعض، النواب والوزراء وكلهم يعني كلهم، بدك تقلع نظام نظام وليس في مدراء عامين فاسدين وموظفين فاسدين وبشر وشركات، حن تبين انهم اولاد لزينة، بديش اقول اولاد كلب، اولاد لزينة اللي بيحشو اللي بيخبي. هلا عم يخبرني واحد انه 3 أشهر بكفوا هو اللي عم ياخذون. نعم هلا قدرانين يكفوا البلد 3 أشهر المخزون اللي عم يلاقوه المخزون عند الشركات او طلعت عند الاصحاب، هاي النكته اللي طلعت تجار الازمه، خلينا نسميها انه 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 المخزون اللي موجود تبين عند البشر اكثر من الحقل 9 طبعا، بلوك 9 هيدي كمان المليارات اللي سحبت موجوده بالبيوت. ولك ما حدا يكذب على حدا، مع خبر اليوم انه والله العظيم اجاني اتصالات من ناس، قلت انا ليش عم بيقول لي عم يسالني عن الدولار التحليلي بده يصرف؟ لا شو في ناس ما بده يسقط الدولار، لانه 35% من اللبنانيين عم تجيهم مصاري من اولادهم من برا مغتربين، كذا صار عنده 400 دولار 500 دولار. طيب هيدا عم يعمل 10 مليون، عمل امان لانه ما عنده ثقه، عم بيصرف. هلا اذا نزل ثقة. اذا نزل لانه عارف الاسعار ما حتنزل. ولا عنده مبررات، ولا عنده ثقه باجراءات الدوله، ولا عنده ثقه. وانا خوفين هلا خلال يومين ثلاثة تنفس هالخطوات اللي عم تتخذ مشان التخزين وغيره، ويرجع يستسلم. الجيش عم بيقوم بهذا الدور ويعطيهم العافية، وهيدي جدا مهمة ممتازة للجيش اللبناني بالاراضي اللبنانية. ليش ما بيعتقل اللي عمال اللي خزن الادوية ما قتل ناس؟ قتل ناس. طيب اللي خزن اكل وشرب وزل الناس، زل الناس. واللي عمل فينا هلا عايشين على العتمه، عم نكره انفسنا، عم نكره اولادنا، عم نضرب راسنا بالحيطان، مش عم يقدر الواحد يتحمل ببلد زبالته اكثر من 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 شغل من الاكسجين اللي بعد فيه، وما هذا كله شو. لذلك ضروره برجع الحكومه، ضروره الحكومه. طيب لكن هل بتقدر هي الحكومه؟ رح نحكي بعد الفاصل اذا بتقدر ولا لا موضوع المحروقات، بدي احكي قراءه بوجه الرئيس لجيبياتي. طيب بعد الفاصل رح نشوف الحكومة، استاذ رفيق رح نحلل اليوم باللي صار، ابقوا معنا مشاهدين. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، نعود لمتابعه هذه الحلقه في القراءه السياسيه مع الاستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للاعلام والدراسات. استاذ رفيق خلينا نبلش اليوم مشهد الرئيس نجيب ميقاتي. نعم. سبقته الى قصر بعبدا الاخبار الايجابيه للحكومه خلال ساعات وخلال ايام قبل نهايه هذا الاسبوع. انت شو شفت بتصريح الرئيس ميقاتي؟ خلينا نشوف، بما ان الرئيس ميقاتي منه على السمع، هلا عم نحاول ناخذ معلومات منه على السمع غايب كليا. انا بدي اول شيء احكي كلغه جسد. نعم تعال نشوف 8 مرات اللي فات فيهم، وانا بتعرف اني بعرف الرئيس نجيب ميقاتي وخيو الحاج طه والشباب. نعم. بعرف من ايام ابو ظبي حتى ما حدا يفتكر انه في. نعم. على بوم كيف كانوا الاكتاف والراس مع طوله. نعم. وكيف حركه اليدين كان هيك. هلا اليوم الجوله 8 ولا 9 اليوم؟ 10 10 كمان. كيف خرج هيك؟ نظرات حائرة، محتار، بده يعطي جو إيجابي كما يبدو غير مقتنع فيه. الكتفين كانوا نازلين هيك. ولما دار هيك. هيدي ليست مظاهر لواحد حقق إنجاز جوا. ماني مقتنع.
قلت لك انا في 13 بس ماني مقتنع انه وماني شايفه مقتنع الا اذا حصلت معجزه اذا الاتصالات انه هالكم يوم اذا الاتصالات كما قيل يصر عليها انه تكون من حصه تيار المرده او من جو الوزير الفرنجيه وانه كما قيل حتى ما نتبنى انه رئيس الجمهوريه ما بده يعطي الاتصالات تكون حقيبه عاديه او كما قيل ايضا حيبقى على موقفه الجمله اللي استعملها نحن مش شرابه خرج جمله كثير قويه منها يعني بتدل بتعكس كمان حاله انفعاليه وحاله غضب يعني كان ممكن يقول نحن مش حنقبل بوزاره عادي استعمل كلمه شرابه يعني كثير حده معناتها بيقروها هن بيعرفوا يقروها طيب هو ظهر بهالطريقه استعمل مرتين كلمه صعوبات نعم رجع دائما عم بيستخدم يهرب لقدام بي وانا بعرف كيف يعني كيف هو مرن بس الامور بخواتيمها نعم وقد تحمل مسارين صحيح اما الايجابي او الخواتيم انه السلبي ترك الامور مفتوحه 15 جوله بعد وقال بنفس الوقت ما في وفي زياده اكثر من 50% انه امكانيه ممكن تكون 55% يعني أنت زيادة بتكون يعني خالص ما كان في اندفاع بالكلام لا مش فريش مش يعني مع أنه نحن عشنا قبل ما يطلع على قصر العبدة بجو أنه الحكومة خلص قريبة وانحسبت وهي نفس الوجه ونفس الكلام وغيره بآخر خمس زيارات لسعد الحريري إلى نفس قلنا رقبهم لا وصل للقناعة تكتيك بيختلف طبعا تكتيك بيختلف بين رئيس نجيب مياتي ورئيس طويل البال مثل ما هو طويل القامة يعني طويل البال أكثر من رئيس الحريري ايه بطريقة التعاطي مع رئيس الجمهورية بيطلع كان يفوت سعد الحريري مزقورين بعضهم اثنيناتهم مع الرئيس هيك لأنه في شيء شخصي كانوا حلفاء شخصي وأنا من أول يوم قلت لا تتشكل حكومة مع ما في كيمياء ما في شيء مهم إنه اثنيناتهم مش حابين بعضهم اثنيناتهم عارفين إنه ما في قرار بالحكومة نعم وعشان هيك كل واحد عم يزت شروطه للآخر هلا أنت سألتني عن السفيرة الأمريكية نعم بعدني لحد هلا ماني مقتنع انه الامريكان بدهم حكومه بلبنان ولا العرب وتحديدا السعوديه بدهم حكومه بس بنفس الوقت ما عم يتدخلوا سلبيا استاذ رفيق ما عم بيعطلوا ما عم بيحطوا مطبات عم بيقولوا خلينا نشوف رهن هالحكومه شو راح تكون وشغله شو راح يكون بالجابر شو كنا نتعلم موان بليس موان قال بليس ناقص زائد ناقص بصير زائد فهلا هن ما بي جسمه يعني 1 ماينس 1 1 ماينس بالانجليزي بس المهم ماني شايف الامريكاني بده هلا ولا بعض العرب وين الشرط الاساسي بمساله حزب الله ما ننسى هالمره هن موقفهم اكثر حد استعملوا اقصى انواع الحصارات ولو غير المعلنه على لبنان لوصلونا للي وصلنا له ما بس الطبقه الفاسده وصلتنا شو قال شنغر امبارح انت عم تقول يوم يا شو قال شنغر نحن منعنا معادله منعنا انقاذ لبنان معادله رياضيه عم تحكي عن الماينس والماينس بيعطوا بلس اوكي بلس بس تحت الصفر لحظه مش فوق الصفر اليوم الامريكاني منه سلبي بس هو حيادي والعربي او اي واحد منه سلبي بس هو حيادي متى كان الامريكاني حيادي بلبنان ظروف المنطقه لا لانه هو اعتبر حاله جرب الفترات الماضيه مشغول عليها الان هي الساحه اللبنانيه اللي جيتها انتخابات بدهم انتخابات تغير هيدي الأكترية الموجودة معه الأمريكي يلي هو موجود أستاذ رفيق الأمريكي هو موجود بمنطقة وعم يفل منها حكمل ما عم يفل منها يا زلمة من أفغانستان شو عمل من العراق شو عم يفل منها قاعد بشرق سوريا وقاعد شو طول بالك قلت لك شو مخططين لأفغانستان طول بالك خلينا نقول إنه هو الأمريكاني الأكثر منطقة هني والإسرائيلي وبعض العرب الساحة اللبنانية لو بدها تنعمل حرب أهلية طاحنة بدها توصل للمأمين المعرق الاستكمال دائرة التطبيع واللي مخطط له بالتعاون الاقتصادي على مستوى المنطقة شغلة تانية نحن عدنا نرقص انه راح صفقة القرن نحن ضمن صفقة القرن وين بس على طريقة الحرب الناعمة اللي نحن عايشينه كيف الأمريكاني الامريكاني بدوا البلد هون وبدهم يغلصوا من المقاومه ويفرضوا على سوريا وقائع معينه وبالتالي بدك تروح على التطبيع بعد تنفيذ الشروط اللي هن مقبلها انت عم تقول عن المعادله هون بالنص خليني كمل تفضل قد يدفع الامر بالمقاومه الى ان هي تشن حرب لتطلع من هذا الموضوع
الاندو جايين مخطط، انا ساعتها بقلق اسرائيل وبتكون من الجبهه السوريه ومن الجبهه اللبنانيه وبشغل غزه هون، ممكن يهتز الوضع الامريكاني والاسرائيلي والعربي ليشوفوا الخيارات. ما انت كمان احيانا اذا كنت ذكي بانك تعمل ضرباتك الاستباقيه ممكن انك انت تفلت من موت او من عقاب هو معمول لك. نعم. ممكن تفرض وقائع اللي نحن فرضتها انت من 2006 لحد هلا. نعم. معلش، من 2006 لحد هلا حصل شيء على معنى كبير جدا، تركني من موضوع غزه، كبير جدا خارج ال 1701 الا بشكل كثير محدود مش هيك؟ لانك انت عامل منظومه ردع. نعم. وعامل توازن ردعي، هن بدهم يضربوا لك هذا التوازن، بده يجيك من خلف ظهرك، بده يضرب لك بيئتك، بده يسكر الوضع الاقتصادي. نعم. قشطك المصريات وخلى في بلد العالم ودائعه بتروح منه، قشطك كل شيء وقاعد عم تنزل وعم توقف بالطوابير، بتوصل لمرحله انت خلص ليموني او الحمضه لحتى انت توصل لمرحله يا خيي خلصونا. مش عم تسمعها؟ مش عم تسمعها ولا عم تسمعها؟ وعم نسمعها من ناس كانوا اللي بدك اياهم ناقص حربي، لانه اخر شيء قال لك يا خيي انا طب خلصني فخليني فوت بحرب مع الطبقه الفاسده، ممنوع لانه البلد طائفي. بصير يسالوك، بسالوني بعض ناس من اخواننا المسيحيين او اخواننا السنه، الناس يا خيي طب حزب الله يحسمها، قلت لهم لك شو يحسمها؟ لك اذا بيقول هو بلا شيء مش مخلص، انه بتصير القصه شيعيه وسنيه والشيعه بدهم يحكموا لبنان، لا يا خيي مش هيك. لأن أنت عندكش قوى وطنية ولا أحزاب وطنية حقيقية، هذا لأنه نظامك الطائفي هيك، ما هو نظام دولي مدني. لو كان نولي بيقدر يحاسب، مين عم يستغل هذا الأمر؟ هاي القوى والأجهزة اللي عمالة تشتغل بالبلد واللي عم تصرف مصاري معلن وغير معلن واللي مخططة لكل هذا الأمر لتوصلك ولو بعد حين لتوصل المنطقة بنظرهم هن بحاجة إلى تطبيع عاجل. اللي مفكر انه مرق موضوع مرفق حيفا وغيره فرجوا على خارطة سكك الحديد وين؟ من حيفا الى دول مجلس التعاون. وهاي شوف شو حتعمل بالمنطقة. نعم. هاي مقلقي بصر. ليه؟ لانه انت لما بدك تصير تبعت بضائعك دول مجلس التعاون بدل ما تروح وبدها تلف السفن وتطلع عن طريق هرمز وتضلوا الايراني الا بق وكذا، هلا جابوا له الايراني طالبان بشرقه. بيطلع بخطط بسكك حديد متطوره الى مرفع حيفا على البحر المتوسط ومن ثم تصدر الى 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 اوروبا، وهيدي بتعطل 50 ل 60% من قناه السويس. انت اليوم عم بتقول انه كل مسائلنا اللي عم نعاني منها من الداخل سبب أساسي وجوهري هو الضغط على الكبرى. موضوع الناس حتى تقبل قضية بما كانت ترفضه، موضوع التطبيع، رفض المقاومة وإلى ما هنالك. يعني نحن تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وموقعنا بلبنان، ولو كنا نحن نصنا مش نصنا بدو مع هذا الصراع لأنه فهمانين أبعاده نحن وهذا صراع تاريخي. نعم. وحد الله حروب مفتوحة ونص الآخر بده إسرائيل، نحن جزء من عم نعاني من تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي بمحطة كتير خطيرة تراجع فيها الكثير من العرب اللي تبين أنه ما بقى بدهم يحاربوا إسرائيل وبدهم يروحوا على التطبيع. مين اللي واقف دخلك؟ ليش بلشت الحرب بسوريا؟ مشان الديمقراطية؟ لا، بخيارات سياسيه. هلا حتى نحن بيعلمونا الديمقراطيه بخيارات سياسيه، وحتى رايحين هلا بالضغط الاقتصادي كمان نفس الخيارات ما عجزوا عنه بالحرب. يعني بدهم ياخذوه بالاقتصاد. هاي من الحروب البديله اللي ما بقى في عندك انت انماط من انك تنزل جيوش استحمار، يعني تنزل جيوش وتفرض وقائع. انت ادرى تفرض عقوبات ما حدا بيقول لك وينك. الامم المتحده عاجزه تحت سيطرة الولايات المتحدة. الروسي كمان عليه عقوبات وحالته حالي هالقد مسمح له. ما في بعد قوة أخرى تعمل توازن بالعالم، لا الصين ولا غير الصين. شو بدك؟ الصين مصلحتها بمحل تاني، على ما حدا ينظر ويقول الصين وما الصين بحر محل تاني. الاستثمارات الصينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية قد معظم الكرة الأرضية، بس في عندهم خلافات بينهم وبين الامريكان له علاقه بالاقتصاد العالمي. ومعنيين باي ساحه؟ هيدا بمط الدول الامبرياليه، نستعمل الكلمه الكبرى، بهذا الزمن المعولم اقتصاديا اللي تغيرت فيه الوقائع الاقتصاديه، تلعب ان هي تضرب اكتاف وقد تذهب الى وكانه هناك حرب. قديش انحكى انه امريكا بدها تروح على جنوب شرق اسيا والصين وما الصين. ما هون بقى الشغل، ما بقى شغل حاملات طائرات
وما بقى شغل جيوش بدها تنزل ولا قنابل بدها تضرب على العواصم. نعم. قدرانين بهاي حرب الخيارات المختلفة. نعم. اللي بيستطيعوا من خلاله وهي نحن نموذج. طيب هون نحن بدي أسألك ضمن الصراع، إذا نحن بهيدي الحالة يعني نحن باقي الضغط الاقتصادي علينا طبعا وباقي الأزمة واللي عم نشوفه اليوم بمحطات الحياة اليومية بالمعيشة والنفط والكهرباء باقي لأنه في إرادة أكبر منا. هذا عم تقوله هيك أستاذ رفيق؟ البالون انتفخ وصل للحظة مش تجيب دبوس وتفجر هو حينفجر. نحن بعد شوي حتخرج ناس تتصرف بطريقة لا عقلانية لأنه خلص بلغ السيل الذبابة، ما عادش في مجال. وكلنا يأسنين اولا من هالطبقه السياسيه، صار الشعب كئيب، كلنا يأسنين من القضاء، كلنا يأسنين من الامن كمان اللي في استنسابيات معينه. لا من مضبوط، لا الا التفلت هذا اكبر من قدرات المؤسسه الامنيه. الأمن مضبوط، لانه اساس رفيق لو مضبوط الامن ما بيسترجي ابن مره ينزل على الطريق. بس ينزلوا على الطريق بتجيبهم دغري على المحاكمة سجن، واللي بدك كيف تعمل بحر والحرية والديمقراطية. انت اللي عم تطالب فيه بانتفاضة الناس. مين اللي حط لنا هول الانجي اوز وكم واحد واللي عمل لي دندولي مترين لورا وجاي ونازل بده يحكي لي بالحرية والديمقراطية؟ الامريكان بدهم ديمقراطية. طب هالدول المحيطة فينا اللي ما فيهاش مجالس نواب، طيب بس لانه مصلحتهم. استاذ رفيق مصلحتنا. انت عم تخون هلا الناس اللي عم تنزل على الطريق، طبعا عم تقول لهم عندكم ارتباطات، طبعا في منهم طلاب جامعات ومن هون عندهم اهداف وطنيه نبيله مغرر بهم. كيف انت عم تجي تقول لهم انتم اليوم عم تشبههم بعد شوي بين هلالين بعملاء؟ لا حبيبي، يا حبيبي مع احترامي لقلي منهم تحلم بوطن مثل ما نحن بنحلم، لكن 80% معلش اين الاموال التي اتت من بعد 17 تشرين لهذه المنظمات؟ واين اختفت عشرات الجمعيات مثل بعد مرفأ انه عم تتاجروا وبتعملوا افلام وكليبات واغاني ومش عارف شو لشهداء المرفأ؟ وين المساعدات والمصاري اللي اجوا؟ اجتوا المساعدات لإلون؟ اجت حسوب اكثر من 123 طياره الى مطار بيروت تباعا، كان جاي عم تجيب مساعدات توزعت. وجا مصاري توزعت. ما توزعت على الناس على قد ايه المصاري؟ الجيش استلام المصاري وزعها، ايه. وهو بشهادة كل الناس انه الجيش وزع بانتظام. في مساعدات اجت حتى ازاز اجا من مصر. حتى اللي بدك ايه، وين المصاري اللي اجت لتحرك هؤلاء؟ لك خيي انا قبل مظاهرات وانا ماكل قتل لنفرق بشوارع بيروت. لك لما كنت بدك ايام الفقر بدك تعمل مظاهرة وتنزل فيها، كنا ننزل من البربير لرياض الصلع. كانت في بعض الاحزاب اللي هي تنظم القصص بين الارمات وبين بدك تجيب البوستات وبين بدك تدفع تكاليف. تدفع تكاليف هايدي الميديا. انا رفيق الصلع وانت عباس ظاهر، انت دكتور بالاعلام، انت بتعرف انه بيوم واحد اذا بدك تشتغل هيدي الكليبات وتحضر بعض البرامج وتعطي لبعض المعدين ليطلع فلان ولا يطلع وتجمعهم هولي اللي عم يحكوا كذا، صح. انت بتعرف انه بمئات الوف الدولارات منين عم يجوا هولي؟ يا شباب التحرك، يا اوادم بالتحرك. روح اساله وينهم بعدين. بس على الهدف شو؟ خليني انا امشي بهالفرضيه اللي عم تحكي فيها حضرتك لاقول الهدف جزء شو. جزء من تحضير المسرح اللي نحن عايشينه. عملوا كل هاي الفوضى، تسكير طرقات صارت جزء من الثقافة اليومية، عملوا كل اللي عملوه وصلنا للي وصلنا له. وينهم هلا؟ واحد بيتحرك من شان الواتس اب يلا ببشركم بعد جمعتين اذا ما انحلت قصة الباب. شو؟ ما في واتس اب ولا في انترنت ولا لا لا قالوا انه بيمشي الحال جمعتين. ليه؟ طول بالك كم يوم اذا ما اجى المازوت واذا ما اجى طول بالك هلا رح يتحمل المازوت ساعتها بيرجعوا للثوره. جاي المازوت مش جاي بينزلوا الاشياء جاي المازوت ولا جاي المازوت ولا ما جاي المازوت؟ امبارح قال السيد نصر الله انه المازوت اتن، ايه. وبالتالي خلال كم يوم بيحدد كيف طريقه التوزيع. وبلش يدور اليوم على الفيديو انه اليوم في فيديو في محروقات من ايران مشكوره لا حتى تعطينا نحن وهي حاجتنا اليوم، وفي موضوع المحروقات من العراق. اوكي انا ما بحكي مع حدا بدوائر الاسر يعني معروف ما عندي ما في يعني خلي حدا هيك يسال هالمصادر شو اجت السفيره الامريكيه طلبت شو طلبت شو طلبت حتى بالرد. صرت هلا عم شوف على بعض المواقع انه شو اسمه اذا حيمنعوا عنا وحيضربوا ويقصفوا هول وغيره قد نعمد الى قصف منصه غاز اسرائيلي، يعني نوع من التهديد قد الواقع. سفير الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في بيروت اكد ان ايران تقف الى جانب الشعب اللبناني وهي مستعده لتقديم المساعده له على كل الصعد،
وتحدث عن نتائج ملموسة قريبا بخصوص المحروقات الإيرانية إلى لبنان. هذا سفير إن شاء الله. سفير الرئيس الإيراني. شو حيعمل الشبيبي بالبلد؟ الباقيين اللي عم يزلطوا رفض اللي بيردحوا رفض هو احتلال رفض إيراني. حزب الله بده يعمل الفيدرالية. ليه احتلال إيراني إذا اليوم هيدا النفط يا أستاذ رفيق هيدي المحروقات والنفط لكل الشعب مش هيك ولا لا؟ أولاد الأفاعي والسعابين مستعدين لو بدهم يموتوا هن وولادهم بسبب الكيد الطائفي والقومي بعرف شو عم بحكي. هؤلاء كانوا ضد أي شيء مشرق على مستوى القومية العربية بالمنطقة من أيام بداية حتى لما أجى إبراهيم باشا. لما إبراهيم باشا بعتوا بيو رجعتنا لما أجى إبراهيم باشا بعتوا بيو راح وصلوا له وجد بعدين معاهدة كوتاهيا. وشو اللي فرق؟ ليش اجت معاهدة كوتاهيا؟ شو عملوا الشبيبي هون؟ اجوا الفرنسيين والإنجليز والنمساويين والكل حردوا مين؟ لحتى ضد الجيش المصري اللي جاي لحتى يحارب ويخلص المنطقة من العهد العثماني لحتى اضطر ذاك وصل لمرحلة صار ورا 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 داره وافق على معاهدة كوتاهيا ونزلت لأول مرة من بعد فخر الدين وقصد نزلت بجونيا بجونيا نزلت القوات هاي الأجنبية. ما افتكرونا نحن ما بنقرأ تاريخ شغلتنا التاريخ. ليه عم ترجع للتاريخ؟ لأنه نحن امتداد لهذه الثقافة. نحن امتداد لهذه الثقافة بسنة 58 لأنه قامت الوحدة بين مصر وسوريا وجزء شو بدي بالأخطاء جزء من فشل الوحدة هي بعض صحف بيروت وبعض الناس اللي تآمرت على بيروت وانعملت الثورة وشار بده يجدد كميل شمعون وهو ضد وحدة مصر وغيره وضد الثورة بالعراق اللي قامت سنة 58 نزل المارينز. شو عم تقول؟ أنا كنت راشق على الدبابة عمرها 8 سنين 9 سنين دبابة من نوع باتون أمريكية كانت واقفة على دول شتيلة ونقول إيزنهاور مالك منا خود كلابك وارحل عنا وحاملين نحن صور عبد الناصر. أنا كان عمري 8 سنين بعدني واعي له. نعم. بعدي واعي له واعي لصورة عبد الناصر. مين اللي فشل في كيد مناطق في لأنه طيب. لأنه خلفية الخلفية المخيخ الطائفي بعده هو ذاته التصرف وامتداد من والأسلوب والتكتيك والاستراتيجية والبدك إياه بهذا الإطار ما تغيرنا ما أبدا بيتغيروا الأشخاص الأسماء بترجع نفس الهوية. ما أنشأت وطن ما عملت حالة وعي اجتماعي وسياسي وعلمي وغيره وطلعت الناس من الثوب الطائفي والمذهبي بالعكس عززتها. نحن عززناها. كان مسموح لك تلغي طائفية سياسية يا سيدي على مسموح لك كان تلغي طائفية سياسية طيب لك مسموح لهذا البلد يعمل دولة مدنية أنت بدك إياها جيت أنت عملت الطائف واجوا السوريين صاروا يشكلوا حكومات وصاروا وبالبلد رفيق الحبيب اشتغل الله يرحمه وقتلات وساحات وسوليدير أخذوا نص البلد وانعملوا هول ومطار جديد ويلا ثم هوى كل شيء لأنك ما لغيت الطائفية السياسية ولأنك عملت بلد افتراضي اقتصاد ريعي تافه أوكي ونهار كل هذا اللي أنت شفته. بالتالي عشان هيك عم لك لو تشكلت حكومة مع احترامي للرئيس نجيب ميقاتي وقد يأتي معه البعض من المحترمين ما في رؤى وين التخطيط لحتى أول شغلة لو نحن بنفهم بهذا البلد بدك تجيب تعمل وزارة طاولة الغي وزارة كل المهجرين كل الوزارات وجيب تخطيط صحيح على بين هلالين على فكرة بعد في مهجرين ها ما رجعوا بعد هذا البلد اللي عم تقلي من بعد الطائف صحيح. بعد في مهجرين ما رجعوا ضيعهم وقاعدين عمال يحكوا لي ببناء بلد وسلموا السلاح للجيش وعملوا لك انتوا بعد في مهجرين ما رجعوا على ضياعهم بلبنان صح. نتيجة وما هيدا كله الغي وزارة وزارتين مثل الاعلام ومثل غيره وزارة تخطيط وزارة التخطيط هولي بتجيب لها 10-12 واحد من الناس اللي اشتغلوا برا واللي اختصاصهم يقعدوا يخططوا ليكون عنا لثلاث سنين لأربع سنين هيك بالنفط حنعمل هيك بشبكة الطرقات هيك بانت بتعمل يعني مثلا هلأ يا سيدي خف البنزين وغيره انت لو كان عندك شبكة طرقات نعم سكة حديد قطار مترو مثل كل هالدول باصات نحن كنا من نحن وصغار بحولة ما تعطيك مثل نعم وهذه مرأة بكتاب يعني كنا نروح نلعب على منطقة اسمها بير المصلبيات وين هلأ انتو نازل بتشوف العباد نعم. من هونيك وننزل لتحت وانا قلت له للعميد امين حطيت له كيف عملتوا يا عميد هيدا الهان نحن كنا ننزل نلعب تحت حدودنا كانت المهم كان يمر شطبوه لا بعده للأسف بالخريطة قصدي هلأ بيقولوا انه الخط الازرق مختلف عليه الخط المهم كان يمرق باص ازرق مرتب كبير
من الطريق الحلوة اللي كانت تيجي من مستعمرة المنارة ويمرق من تحتنا، ومخططنا مرة بدنا نضربه بالحجارة، يمرق من تحتنا على مشكاف عام. هاي سنة أنا عم بحكيك من الستينات وقبل. نحن عطيني شبكة، جابوا باصات أنتيكة هاي الفرنساوية وسموها جحش الدولة، هي كانت جحش صح، وكل ما واحد يخرب يخلوه خلوه خلاص بيصير بيصلحوا مثل الميراج اللي عطلناهم وبعناهم بمقابل مدفعية من باكستان. يا زلمة شو بدي يحكي الواحد؟ نعم. أو مثل صواريخ الكروتال. المهم طيب، إذا إسرائيل من هذيك الأيام عندها أهم شبكة، سوريا بديش إسرائيل، تعرف هذه الشركة اسمها قدموس أو شيء، كم ألف باص اللي بتطلع أنت بالباص وعامل هالشركة بريد، أنت بتكون بضيعتك وين؟ ببانياس، بطرطوس، بدك تبعت زيت أو كذا، بتحطهم مثل بكرتون كبيرة بيوصلوا على المكتب، بيصير مثل الدي اتش بيصير يجوا. نعم. طيب نحن ببلد 10452 مع الزبالات الجداد 4560 70. المهم أوكي، والله العظيم شيء أنا جاي على طريق المطار، شغلتنا بس نوصل عن طريق المطار والأنفاق أن نحط فوق الكمامات كمامات صح. إذا مدخل البلد المطار بيروت وحوالي زبالي. المهم عندنا شبكة طرقات، لو عندنا هلا شبكة طرقات يصير في أزمة بنزين، نستعمل النقل العام صحيح. بشكل مرتب، بتقعد مكيف في كل شيء، تلفزيونات كل شيء كل شيء، بتطلع عصور بتطلع في بنزين ولا ما في بنزين ساعتها بنستعمله، بتطلع كذا طبعا، سيارات بترخص، النفقات الزحمة بتخف، نفقات البنزين. بس أصحاب العصابات ما بدهم ما بدهم، لازم نضلنا مرهونين لهم مثل هلا. طيب وين شبكة، وين وزارات النقل؟ طب شو عملتوا لك سكك الحديد؟ انت ابن البقاع وبتعرف سرقت، انت معك خبر انه هاي المحطة كانت من اهم المحطات من ايام الاتراك معلى شيء صح. وكيف كان انا كنا نتعمشق بالقطار نطلع فيه، بس نوصل على ظهر البيضة نصير ننزل منه لانه على البطيء، ونسبقه لقبل النفق ايضا اللي جوا شفته. نعم. عن صفار، وبعدين تكمل كان يوصل لرياء وتروح تشم الهواء ب65 قرش، كان الشيء اسمه الاوتوماتريس من هون لحلب. نعم. بتران السكه للاسف. طيب احنا ما تقدمنا تراجعنا، واجا اللبناني صار كل بيت فيه 5-6 سيارات، وبده يكون ما هي حاله الدين للمصارف ولغيرها وصلتنا. المهم فلذلك ايه نحن بحاجه لوزاره التخطيط عظيم، بحاجه لانك انت لتعمل اصلاح حقيقي، بدك انت تغير بجوهر العمل بما بينما فيها هلا الشباب السياسيين عم يشتغلوا انتخابات، لذلك بدك تشوف العدل. خليني بعد الفاصل والداخلية وغيره انت بعد خبر. الفاصل بعد الفاصل الجزء الأخير من هذه الحلقة معنا. مشاهدينا أهلا بكم مجددا، نعود لمتابعة هذه الحلقة في الجزء الأخير منها مع أستاذ رفيق نصر الله مدير مركز دولي للإعلام والدراسات. أستاذ رفيق، قبل بدي أسألك عن الموضوع الاقتصادي. حتى لو صارت حكومة نحن في عنا أنين مستمر، ولكن في حد أدنى من الحد من هذا التراجع أو وقفه عند حدود معينة، أو موضوع المحروقات إذا تأمنت كنا عم نحكي، ما بعرف إذا عندك ثقة إنه لا ثقة لا بموضوع المحروقات اللي حكي عنها سيد نصر الله اللي جاي من إيران، واليوم السفير الإيراني حاكي ببين خلال الأسبوع. العراق أنت عم تقول أنا خايفين من ردة فعل ما أمريكاني وبعض قوى الداخل لمنعه، وقلت إنه السفيرة لحتى بس أرجع جدد، السفيرة الأمريكية خلينا ما بدها موضوع له يعني ممنوع طبعًا. نحن نعيش طبعًا. ممنوع طبعًا. حد يعطينا أكسجين حبيبي. شينكر قال نحن منعنا العرب من إنقاذ لبنان، بدنا إياه ينهار بالكامل. أنا ما جايب الكلمة من عندي، عصر لبنان هاي اقروا بعض المقالات بالصحف الامريكيه وغيره. نعم. وبعض المقالات عند بعض الصحف العربيه واللي بيطلعوا على بعض الشاشات انه خلينا نسحق لبنان وبعدين ترجع بتعمل له انقاذ. انا اللي بدي اقوله، طالما تتعاطى الدوله بمنطق العلاقات العامه الطائفيه المذهبيه المصلحيه. نعم. ما بيركب البلد. الدوله سلطه، والسلطة الجزء الأساسي منها هو القضاء. نعم. والأداة، أداة اللي بتنفذ الأمن. نعم. واللي بتمارس
ما يفرضه القضاء وما انت اليوم اذا ما اعدت هيبه الدوله بشكل كامل، نعم، غير تسويتي وانتظمت المؤسسات استنسابي وانتظمت بعض المؤسسات يا سيدي، ما بيمشي الحال. انت هلا وبرجع بقول لك اكرر، هول اللي عم نلاقيهم انت مخزنين حتى لا يحصل عنا مجازر اخرى، نعم. اوكي، وهن كله غيره. لو اخذت البعض الى السجون وجبت 4-5 من رؤساء مجالس ما حدا قال لي المصارف، وبينتزع منطقه على بينتزع ولك ما انهار، ما تبين ان الست بتشتغل دعاره بتقول لي هلا بدي احافظ على شرفها، معلش خليني احكي، اوكي. فبالتالي انت اذا ما اخذتهم على السجون وحاكمتهم وحاكمت تبعوا الشركات اللي بتجيب الادويه واللي منعتها على الناس واللي واللي واللي، ما بتستعيد هيبه الدوله. طيب. نحن كنا عنا بالضيعه، وانا مش بالضيعه، انا من المدينه بس كنت بالصيفيه بس بعرف من اهل الضيعه. نعم. لما كان يجي يجيب الدرك في 2 عريف وعسكري، معلش كانوا سكوا البعض، كان في هيبه وعند بيت مين، شو جاي يساوي، كان في سلطه هيبة. وكان في هيبه، وانت معلش كانت العسكري بس يمر بالطريق هيبته غير، الدركه هيبته غير. كان في الله يرحمه ابو وجيه من الدوير او من انصار بيت عاصي يمكن، هيدا كان رئيب اول مسؤول عن السير، كان يركع سواقين بيروت كلها، واللي قبل ما يقول له تعال، قبل ما يعمل له الضبط بكوعه كان رياضي هالقد، يطرق على باب غطى المتاري يبجل له اياه بس يشوفه ابو وجيه هونيك. قد ما هو نظامي، اجت سيارة مرسيدس تبعت الضيعة عتيقة، صفت على جنب ونزل الشوفير جايب له سطل اللبن وسطل البيض، قال له بعتت لي من امك، قال له يسلم السيارة لك وقفتها هون، قال له ايه، قال له اعطيني ورقك، طرقوا. بدك تعمل هيبة، بدك تعمل سلطة، بتبلش من استاذ المدرسة ومعلمة المدرسة بدءا من الروضات وبتطالع مين الاستاذ المحترم اليوم من هذا الجيل تبعنا، هذا الجيل، جيل هذا شو اسمه، هذا التكوين ماكو شو اسمه، تيك توك مين بيعملوا له الاستاذ تيك توك يا زلمه مين. انا كنت مدرسة البسطه الرسميه، لما كنت شوف هذا اسمه سليم الطبال، ان شاء الله يكون بعده طيب اسمعني، استاذ الرياضيات قد ما كان مخيف او الناظر، لما كنا نشوفه نبقى نتخبى ورا الحيط مشان ما الزمن تغير، بالزمن الابتدائي نحن سكان شارع اسعد الاسعد اليوم، اذا هيدا ما في تواصل مع الاستاذ، هي نظريه العلم تغيرت، ثقافه التواصل تغيرت، العالم المتوحشه. نحن طيب. كنا بشارع اسعد الاسعد، نعم. كان في مدرسه بالابتدائي اسمها الشيخ فقعان مديره، نعم. كان لما يلقطنا نحن يشوفنا برات بيوتنا بالشارع، ثاني يوم في شيء اسمه شلط بصل يعلقنا ويبلش بدينينا، كان في معلش كان في رهبه للاستاذ، نعم، كان في رهبه للعسكري، لقوى الامن، للاهل، للاهل بالبيت، لما يقولوا بيت قاضي، لما يقولوا بيت قاضي يا لطيف شو كان يحصل، بيت قاضي يعني تخاف انت تطلع حتى فيه، كان في هيبه. الاب الام طبعا ماشي الحال، اجت الميديا واجت هذه، نعم، العولمه المتوحشه غيرت السقفات، بس انت منك ممانع. طيب. عم بحكي الممانع بالصراع، منك ما عندك حصانه. استاذ رفيق تسمح لي بس بالموضوع الاقتصادي، بس في مداخله من البحث الاقتصادي استاذ زياد نصر الدين، قد ايه استاذ زياد مساء الخير بدايه، قد ايه برايك هيدا موضوع الفيول حكي عنه استاذ رفيق اللي انوجد اليوم مازوت ومخازن بتكفي فعلا، وقد ايه بتسد الحاجات، او يعني كيف رؤيتك لها من باب الاقتصادي هيدي المساله بدايه؟ اولا تحياتي لك دكتور عباس، وتحياتي اهلا وسهلا فيك الاستاذ الكبير واستاذنا كلنا استاذ رفيق. عفوا شكرا. انا اللي بدي اقوله استاذ عباس اليوم هيك بكل وضوح، انه سقط الاقتصاد الوهمي اللي كنا عايشين فيه، وبالتالي نعم. الواقع الحقيقي اليوم فعليا تم تدمير الليرة بشكل كامل، وتم تدمير الاقتصاد، ونحن بأول مرحلة من المراحل لما منقول دولارنا اقتصادنا بدنا ندفع نتيجة دولارة الاقتصاد، لأنه دولارة الاقتصاد هي نهت كل شيء اقتصاد ممكن يكون وطني أو انتاجي أو اقتصاد محلي، واعتمدنا على الاقتصاد الاستيرادي والاقتصاد الاستهلاكي، وضربنا كل القطاعات الانتاجية اللي هي للعلم انها كانت تغطي 60% من اللي كنا نستورده قبل الحرب، نعم. ومعظم اللي استوردناه بس هيك بالارقام للناس تعرف شو عم نقول، نحن لما بلشنا بالاقتصاد الاستيرادي
وصلنا لمرحلة مجموع الاستيراد اللي استوردناه خلال 20 عام كان 193 مليار دولار، وصدرنا ب 34 مليار، معناتها كان عنا عجز 159 مليار دولار، ونحن بلد ما عنا عملة دولار، ما منطبع دولار. وبنفس الوقت اعتمدنا على سياسة الاستدانة وربط استقرار الليرة بالدين العام، ودفعنا 87 مليار دولار بس فوايد دين عام، وديننا وصل ل 93 مليار دولار. وبنفس الوقت عملنا هندسات مالية عملت أرباح 6.5 مليار دولار بشهر واحد، ومجموعة اللي عملته أرباح المصارف كانت 22 مليار دولار، وارتفعت أرباحها اللي بدي أكد من 63 مليون دولار عام 93 وصلت ل 2.4 مليار دولار سنويا، يعني 4% من الناتج المحلي. وانحجزت أموال المودعين اللي تقدرت ب 112 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي عنا من 56 مليار دولار ل 17 مليار دولار. هيدي الدراسة أستاذ زياد هو كله لوصلك لمرحلة أنا بس نحكي بهذا النظام لما نحكي بنظام ريعي. خطة النقل العام كانت بتكلفنا مليار دولار نحن، وبتوفر علينا كل سنة 3.5 مليار دولار، ندفع مرة واحدة مليار دولار لنقل النقل العام بس ما عملناها. تركنا المحتكرين والمستوردين هني اللي يتحكموا بالاقتصاد عنا. هذا هو الاقتصاد الريعي. لما الاقتصاد الريعي بتتحكم فيه مفاصل، بيصير المازوت هو العنصر الأساسي اللي مسكين فيه كل مفاصل الاقتصادية بالبلد، وبقدر أنا أعمل حصار اقتصادي واجتياح اقتصادي فقط بالمازوت على كل القطاعات أفضل ما أعمل إني حرب. اليوم بالبلد لما بتلاقي فيه 80 مليون لتر مازوت موجود وعنا أزمة مازوت، هذا شو بيعني؟ بيعني أنه أنت اليوم هذا نظامك الهش الوهمي اليوم مرتبط، مش بس مرتبط بأنه حصار خارجي، الحصار الخارجي موجود بأدواته الداخلية للأسف. أنا اللي بدي أقوله اليوم نحن بلشنا أولى مراحل الانهيار، كل اللي كان عم بيصير قبل هو مقدمات للانهيار. اليوم بلشنا بمراحل الانهيار الحقيقي، واليوم من اليوم خلينا نشوف كل شهر كيف كل قطاع بده يتم تدميره، لأنه المطلوب أنك توصل لهذه المراحل وتستسلم اقتصاديا، لأنه أنت ما وضعت رؤيتك وخطتك الاقتصادية، صرت جزء من مشروع الآخرين وعم تعمل عليه ردة فعل. أستاذ زياد، يعني موضوع النفط، موضوع النفط، موضوع الكهرباء، موضوع المازوت مستمر بهذا الأنين، حتى لو صار في مؤازرة اليوم ليحكى عنها. كنت عم بحكي أنا أستاذ رفيق عن المؤازرة الإيرانية بهذا الإطار المنتظرة خلال أيام على ما يبدو، كمان المحروقات من العراق كمان ما بتسد حاجة السوق. باختصار لو سمحت، أولا بالنسبة لموضوع العراق خلي يكون واضح، شركات الاحتكار والاستيراد رح تعمل المستحيل لتمنع هذا المشروع ينجح، لأنك أنت عم بتخسرها عشرات ملايين الدولارات سنويا إذا نجح هذا المشروع. أما بالنسبة للموضوع المازوت والبنزين الإيراني، هو رح يدخل ضمن الصراع الداخلي بقلب البلد، وبالتالي أنت رح تحتاجه لتكسر الحصار المعمول عليك، وهذا رح يدخل ضمن تجاذبات كبيرة، وجوده ضروري لحتى تقدر تحارب فيه جزء من الاحتكار اللي هو محمى دوليا. ولأنه هيدا البلد مطلوب منه الانهيار وينحط تحت الوصاية الدولية الاقتصادية لكتير من الأسباب، بتبلش بالغاز بالبحر وبتنتهي بموضوع إعمار سوريا لاحقا. أستاذ رفيق لكن بهذا اللي كان عم يحكي بالنظريته وبالفرضية أكيد. من كل بد أنا بدي أشكرك جدا أستاذ زياد نصر الدين الباحث الاقتصادي. طبعا إن شاء الله بيكون عنا حلقة نحن وياك مطولة الأسبوع المقبل إذا الله راد، نهار تاني المقبل مقدر نفسر فيها أكثر بالموضوع الاقتصادي. قبل ما أكمل معك أستاذ رفيق، عم يصحح لك الأستاذ بسام طليس الحاج بسام، بيقول لك أبو وجيه بره على بشارة الخوري هو من حزين وسكان برج البراجني. لا لا مش هو، لكن خلص بواجيه تاني. بواجيه تاني بواجيه غير هو من الدوير. معروف يعني منه. لا لا هلا يمكن يكون في ابو وجيه اخر. ابو وجيه اخر يعني، بس هذا ابو وجيه من جنوب ومعروف وين وكيف واين دفن و... طيب عظيم. على كل حال الله يكتر، الله يعيد امثاله خلينا. طيب استاذ رفيق، بعد لنا شويه وقت، انت منك مطمئن لوضع المنطقه خصوصا بعد انسحاب الامريكيين، الا تعتبر انه الامريكان اليوم
سينسحبون من العراق ومن سوريا، وفي اليوم يعني إعادة نظر لازم تكون من قبل حتى اللي حاميهن الأمريكي في العراق أو في سوريا تحديدا في شرق سوريا بالمرحلة المقبلة بعد يعني اللي صار بأفغانستان. أنا بدي أجاوب بسؤال، نعم، أنه عقلوا الأمريكان هلأ وتكلوا على الله وقال لك خليني أطلع. طب ليش طلعوا من أفغانستان؟ لحتى يشعلوا الخرائط المحيطة بطريقة حتوفر عليهم كتير من الجهود ومن الأموال وغيره، وبيحقق بايدن اللي هو يعني وعد فيه. نعم. وبنفس الوقت هلأ أنه مثلا ليش بده ينسحب من سوريا هلأ على كثر العمليات العلاية للأمريكاني مثلا، أو حتى من العراق إذا بدك للمظبوط، يعني ما شغلات بتطلع عن صاروخ منهم، ما فيش مقاوم بمعنى للوجود، وعم بياخد النفط وقبل ما يزبط وضع الأكراد وتشوف مستقبل المنطقة. يا حبيبي النظام الإقليمي بده ينعمل، ما بيكتمل وفي مقاومة في لبنان وفي سوريا، والإيراني عم بيشتغل بهالطريقة، والوضع بالعراق، وكل حدا من الأطراف الإقليم قاعد وعلى المفرق اللي بيقدر يشتغل منه. تركي ماخد شمال سوريا وقاعد وعم يتدخل واصل أفغانستان. شفت هلا؟ نعم. ما لاحظت أنت؟ صار في هروب على كل حال باتجاه تركيا من قبل الأفغان. ماشي الحال. طيب الإسرائيلي ناطر بده يشوف وضع سلاح حزب الله والمستقبل هون وجنوب سوريا وشو اللي بده يحصل. السعودية بدها تشوف مستقبل وشو إله بالعراق وبسوريا وفي لبنان. أوكي. مصر عم تلعب دور دبلوماسي بعد ما وصلت المرحلة ترجع تستعيد دورة. أوكي. الأمريكاني اللي هو عم ينظم هاي المنطقة في قضايا استراتيجية بده إياها، موضوع الغاز، إنهاء القضية الفلسطينية، استمرار السيطرة الاقتصادية الأمريكية. مشان ليك لازم نقرأ كيسنجر لما جمع كل مدراء المخابرات المركزية بالعالم بباريس وقت اجتماع سري، نعم، وقال لهم سندخل هذه المنطقة في فتنة ولو امتدت لمئة عام، أساس الخلاف السني الشيعي وقتها. هو قال حتى لا يفكر العرب أو المسلمين بيوم الأيام أن يستخدموا روح العصر اللي هو النفط مرة أخرى. نعم. لأنه قالوا بدنا نقطع النفط 5-6 أيام وقت حرب تشرين. نعم. شاك؟ نفس القصة هلأ ما حيسمحوا لك بهاي المنطقة. أنت عندك مقاومة، عندك ناس عم تقول لا، لكن نحن مأزومين. تعال خود من المغرب حتى مضيق هرمز، معلش 70-80% من العرب ما بقى بده يقاتل إسرائيل. خلينا نحكيها مثل ما هي، نحن اللي بعدنا واعيين لهالصراع وعم نحاول أنه على الأقل نضمن مستقبلنا. نعم. بعملية ردع متوازن حتى لا يستطيع الإسرائيلي. الإسرائيلي بيهودية الدولة لبعض، حتى يفهموا البعض هون بلبنان، والبعض فهمان وعم يلعبها، حدوده بالتوراة هي مجرى نهر الأولي. لما فاتوا الإسرائيلية 82 خلي يرجعوا البعض يشوفوا عمليات التنقيب والبحث اللي كانت عم بتتم بصيدا وشو أخذوا من مقابر صيدا الأولي. فبالتالي يعني ضمن هاي الخريطة أنت لما هلأ عندك هاي القوة على الأقل عم تمنعه أنه يدخل عليك. نعم. مش هيك؟ وعندك الغاز والثروة الطبيعية. يعني طلع الشيخ نعيم قاسم وطلع السيد والكل قالوا نحن ما بدنا نحارب على السيد، بس نحن بقى إذا شنتها بدنا نقاتل ندافع وبدنا نفوت واصلة أي مهمة دفاعية. طيب هذا الكلام. إذا أنت هاي المنطقة شو عم يعمل الغرب هلا والإسرائيلي والعرب المرتبطين بمشروع حامضة خلي عم يعصروها بشي برنامج. آه العصر بالأول استعملوا كلمة السحق بال2006، سحق المقاومة ولم تسحق. هلأ عصر الاقتصاد أتعصر الاقتصاد أيعصر؟ نحن هلأ عم نعصر. إيه بس النتيجة أوكي بعد فترة أنا بقول لك لا، لأنه بتضل جزء من هاي الأمة ولادي. يعني أنا زلمة أكثر أزعم أني أكثر واحد عاش 82 ورأيت كيف خرج البعض الشباب بدون قرار من حدا وكانوا يطلقوا النار على قدام مكتب منظمة التحرير الفلسطينية كان في دبابة إسرائيلية أو بشارع سليم إسلام أو كذا، واللي خلى الإسرائيلي يقول نرجوكم لا تطلقوا النار رح نطلع. وولدت المقاومة. مش هيك؟ كل مرحلة تنتج أن تولد مقاومة، لكن نحن بتنا بحاجة لفكر سياسي. نعم. نحن كعرب وبتحديدا حتى بلبنان أو بسوريا كمان. نعم. نحن بحاجة لتطوير إلى الفكر السياسي المستند إلى مشاريع سياسية ثقافية اقتصادية حتى إلى أي مدى الوضع
الاقتصادي أو الناس تتحمل وضع أو تتعايش مع الأزمات في لبنان، في سوريا، في مناطق أخرى سوريا موجودة بهذه الجبهة؟ سوريا عندهم مؤسسات وعملوا عندهم دولة، عندهم دولة. لأنه عندهم دولة عشر سنين وأنا هذا اللي خليني من أول شهرين ثلاثة خلصت ولو استمرت الحرب لعشر سنوات يا حقي موجودة الحلقة. طبعا أخذوا لي هذيك الكلمة ليه؟ لأنه أهداف اللي قاموا فيه ما يتسمى بالثورة السورية، بس تسلحوا وتحولوا إلى عصابات مسلحة وإجت الأجهزة العربية خلص خسروا الحرب، مع أنها أخذت كتير من الشغلات. هلأ نحن نفس الشيء، لكن بلبنان مثل ما قالوا مثل ما عبلك، لأننا بلد افتراضي، نحن على رمل متحرك نغرق فيه بسرعة. أنا خوفين من هلأ لثلاث أسابيع لعشرة أيلول أن يتطور عشرة خمسة عشر مهم أن يتطور ردات الفعل إلى ما لا تحمد عقباه. معلش حادثة مثل شوية لو ما تعالج بسرعة، أو بعض المحلات بطريق على طريق صوفر أو غيره، لو سقط أي حدا قتيل على مفرق طائفي معين، ما كانت ما كل ساعة فيك تصبر وتقول أنا بدي صار الوضع بيتدهور طيب. وخوفين لا سمح الله من حالة مخطط لاغتيال ما ليكون مقدمة، لأنه كيف أنت بس بدك تعمل مسرحية بتحضر المسرح، كل اللي عم بتشوفه بالميديا بالبرامج السياسية اللي عمالي نعرف أبعادها ومين بيعملها ومين وكيف وكل شيء، بالوضع المحروقات، بوضع الأدوية، بوضع المعيشة، بالإنهيارات، بالانحدار الكامل، هو تحضير للمسرح اللي نحن رايحين عليه. قديش بنقوى على حالنا وقوانا. أنا معلش بدي وجه كلمة لك، ما بيصير ضلني عم بتعاطى مع أزمة كبرى بهاي الحجم وكأنه نحن عنا طرف. بدك تغير، بدك تتحرك، بدك تنتج جداد. ومن هلأ إذا بكرة بهاي الانتخابات اللي جاية عم تحضروا نفس الوجوه ونفس الأفكار ونفس تخبزوا بالأفراح، عمره ما يرجع البلد. أنا أشكرك جدا، الحكومة حكومة انتخابات. أنا أشكرك جدا وسجل عندك على برا أستاذ رفيق نصر الله بدير المركز. كلمة. نحن هلأ قديه باب إذا نحن اليوم إذا أداة شرط، إذا شكل الحكومة جمعة الجيه أو اللي بعدها الرئيس نجيب مئاتي، نعم ما بيكمل ست أشهر. السلام عليكم. لا لحظة 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 ليه ما بك ثلاث أشهر ست أشهر؟ أنا أقول لك ليه أعطيني شو أسمع يا خي التركيبي نفسه، ما أنت عم تشكل حكومة من هوا اللي نزلوا البلد. طيب. ما حخلوه يشتغل وما حيخلوا حدا يشتغل وما حيسمح، طالما ما في قضاء وما في هيبة الدولة وما في إجراءات وما في عنف من قبل الناس ضد كل اللي عملوا فينا هيك، العباد بسلامتك نخبز بالأفراح. إن شاء الله بتكون الأيام أفضل، وإن شاء الله الحكومة بتكون قريبة وهذا البلد ما عاد يحمل. ما هذا أبداً، الناس ما عاد تحمل. الناس مأزومة طبعاً طبعاً طبعاً. الناس مأزومة بدها حلول، والحكومة هي أول حل، هي الباب وهي العلاج. إن شاء الله. يعني لازم يكون دفع بهذا الاتجاه. أنا أشكرك مدير مركز الدولي للإعلام والدراسات أستاذ رفيق نصر الله على هذه المشاركة معنا. مشاهدينا إلى اللقاء بأمان الله.